غلطت عزمي. بتوقع انه الست سمرة ما رح تجي. ست فريدة خلينا نستنى شوي لو سمحتي. قديش بدنا نستنى لسه؟ عأساس تجي 9:30 وقطعت عن 10. أكيد بتكون علقانة بالعجرة، رح أتصل فيها بعد إذنكم. ما عم ترد، على الأغلب صوت تليفون نظيف. تمام عزمي، لا تعقدها كتير. خليني أبعت لها رسالة، يعني رسالة واتصال، إذا ما شافت الأول بتشوف الثاني. عزمي بكفي، ما في داعي، أنت عم تتعب حالك على الفاضي. الست فريدة أكيد صاير معها شي، لو ما بدها تجي كانت اتصلت. أكيد صاير معها شي، أنا ما بعرف شو اللي صاير بس. أنا بعرف. ست فريدة بعتذر منك. ما بعرف شو بدي أقولك ست فريدة. ما تواصل. ست فريدة كنت ناطرة حضرتك، تفضلي. توقعت هالشي. لا تضلي واقفة، رح أعمل الشاي جنب البركة. ما في داعي أبداً، أنا ماني جاي لهون مشان آكل. بعرف ست فريدة، على فكرة أنا بموت بصراحتك وبحديثك الواضح. معناها أنت كمان كوني صريحة وفهميني بالضبط شو بدك. طيب أنا بالأيام الأخيرة تعبت كتير مثل ما بتعرفي، يعني حفيدك جينك هددني وكنتك سراب أصلاً ما بقدر سامحها لأنه ضربتني كف، وأنا أصلاً ما بستحق هالشي منكن أبداً، يعني أنا ماني عدوتكن. لا تخبريني عن حالك ست سمرة، عندي تجربة وخبرة للدرجة اللي بتخليني أعرف الناس. إيه معك، معناها أنت صرتي تعرفيني كمان، وأنا حابة أظهر نيتي الطيبة مرة جديدة ورح رجع لكم حصة 5% حتى فيكي تجهزي البروتوكول فوراً، يعني رح رجع لكم حصة 5% من الأسهم ومع حصة 30% اللي أنا وكيلة عليها وقبل ما تنتهي مدة 90 يوم. تمام، بس حسب ما فهمت بدك شيء مقابل اللي حتعمليه. يعني مثل ما أنك شايفة حضرتك وضعي معروف، يعني أنا عطيت جانسو حصتي بالكافيه وهي راحت عطتها لبرهان وتركتني مقطوعة، وسراب مثل ما بتعرفي، يعني اللي بدك تفهمي إني بوضع صعب ولازم أصرف على حالي لأني مرا أرمل. تمام تمام، قلي لي بصراحة شو بدك. لو كان عندي مطعم مثل مطعم حضرتك، بالنهاية شي بفهم فيه. مطعم؟ أنت بدك المطعم مني؟ اي نعم. ست فريدة حضرتك كمان بتعرفي بحصة 5% اللي معي انا باخد 100 مطعم، بس انا بدي مطعم واحد من مطعمكم وهذا مشان مصاريفي بس، بعتقد مو كتير. مستحيل نهائيا، ما بعطيك. على راحتك، هذا اللي عندي وهيك انا ضل واقفة على رجلي، بدي دخل ثابت.